السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الصابون؟ سامعين صوته؟ أحلى صابون بلدي من الزيت المستعمل. هتعمليه صلب جدا وكمان ريحته في منتهى الجمال. حتى لو كان معمول من زيت البانيه أو زيت السمك أو أي زيت عندك مستعمل ليه ريحة زفارة، هقولك على مكونات هنحطها هتضيع الريحة دي. جميل جدا وشايفة الرغوة ما شاء الله تبارك الله. هنستعمله كل حاجة في البيت لغسل المواعين وكمان الهدوم بتاعتنا. جميل جدا. بص كمان لا عمره هيفصل منك ولا هيزيد، زي ما انت شايفة صلب كده، وبالطريقة دي المنديل شايفة مش شارب اي نقطة زيت. جميل جدا. تعالي بقى على بركة الله وهنسمي بالرحمن وهنشوف المقادير بتاعتنا وهنعمله بالكوباية عشان يبقى سهل علينا، عشان في ناس بتحب وتعملوا المقادير بتاعتها بتبقى بالكوباية. بصي انا عندي قشور كده البطاط او الكاتونة او البشار او حجر تسليك المجاري زي ما بيسووا، يعني ايه، في كل بلد لها تسمية من الدول العربية بالشكل ده. وهقولك ازاي تعرفي انه ناجح معاكي او ايه انه تستعملي كده تلاقيه يعني كويس معاكي. لو ما عملتيش الخطوة دي وما شفتيش منه الخطوة دي خلاص ايه، ارميه وما تعملوش. فلازم تعملي التجربة دي الاول. احنا بناخد كوباية بس تكون كبيرة، تمام، كوباية كبيرة كده من اللي هو ايه البشار او اللي هو ايه حجر تسليك المجاري او البطاس، تمام. احنا بناخد بس كوباية كبيرة منه كده، يعني على اللتر الزيت بناخد كوباية من البطاس زي ما انت شايفة. احنا بنحطه كده الكوباية كده، وكمان بنحط عليه كوباية من المية، ولازم ندوبه كويس جدا. دي اول خطوة معايا، لازم يتدوب كويس. لما تحسي كده بيطلع ابخرة، وكمان في التقليب كده تحسي ان البولة كده سخنت معاكي كويس جدا، يعني سخنت بقى زي النار كده، تعرفي ان البطاس مفعوله كويس، يعني انت جايباه الخامة بتاعته كويسة. لو كان بارد معاكي ما تستخدموش. وكمان البطاس لما يكون سايل ما تستخدموش، هاتوا بطاس من اللي هو الكشور، تمام. دي اول خطوة احنا عملناها، ولازم نعملها في بولة تكون بلاستيك، بلاش الالموني عشان ما يتفاعلش معاها البطاطس. بعد كده انا عندي كشور من الليمون، قشر الليمون دوت انا بحتفظ بيه في الفريزر عندي، وبعد كده بستخدمه في خلطات كتير، يعني جميل جدا. باخده بسلقه كويس واخد كوباية منه، انا بصفيه بالشكل ده وعايزة كوباية منه بس، يبقى كوباية من البطاطس وكوباية من المية عليه، وكمان كوباية من يعني مغلي قشر الليمون. بصفيه كويس كده وباخد بقى ايه البهاريز الحلوة بتاعته كده زي ما انتوا شايفين. ولو وصلت لغاية هنا، لو اول مرة بقى بتشوفي في قناتي، ما تنسيش تدعمي القناة باللايك وبالاشتراك وتفعيل الجرس، اختاري الكل عشان يوصلك كل اشعارات بالفيديوهات الجديدة، وشارك الفيديو لكل اصحابك وحبايبك عشان يستفادوا بالايه بالفيديو الجميل ده. زي ما انت شايفة انا دوبته خلاص، ده معايا وهدي كده. هصب دلوقتي كوباية واحدة بس من مغلي قشر الليمون زي ما انت شايفة، كوباية واحدة بس، وبشيل يعني باقي يعني بحطه في كيس تاني وبشيله لوصفة تاني. لو حبيت اعمل صابون تاني ولا حاجة ما برموش، يعني خسارة ان احنا نرمي يعني عصير قشر الليمون، وممكن برضو بالبرتقان قشر البرتقان نفس الطريقة. بص بقى بنحط بقى معلقة كبيرة من ملح الليمون، وده انا عاملاه عندي في القناة، لو تحبي انا هسيبهولك على الشاشة من بره. جميل جدا برضو، بعمل كل حاجة في البيت ما بشتريهاش من بره. ملح الليمون ده فظيع جدا في التنظيفات، جميل جدا ما بستغناش عنه. هسيبهولك على الشاشة من بره لو تحبي تشوفي ايه الفيديو. بعد كده بحط عندي كده معلقتين من السكر، ده عشان يعزز الرغوة معايا زي ما انت شايفة. انا هسيب لك برضو كل المقادير
في صندوق الوصف تحت الفيديو، اضغطي على المزيد وهسيب لك كل المقادير اللي انا بقولها لك. قلبتها بالشكل ده، لازم كله يدوب معايا، السكر وملح الليمون لازم يدوبوا فين؟ في المية اللي انا عملتها كده بالقشر، مية قشر الليمون وكمان البطاط. دلوقتي عندي لتر من الزيت، اي زيت بقى عندك حوشيه، للبنيه، سمك، يعني ما تخافيش خالص، يعني كل الريحة دي هتروح زي ما انت شايفة كده. انا بصفيه، بس اهم حاجة الشوية اللي في القعر الازازة باخده برميه، ما بقى ايه ما بستغلوش، عشان بيبقى ايه العكارة خالص بقى بيبقى في القعر من تحت. زي ما انتوا شايفين كده انا صفيته كويس. دلوقتي هضيف ايه، معلقتين كبار من النشا، ودوت عشان يحافظ كمان على نعومة ايديا. تمام، النشا جميل جدا، منعم وبيحافظ على الايدين كده عشان ما يتأثرش طبعا بالبصاص اللي فين، اللي في الصابون. بحط كده معلقتين، وكمان لو عندك جليسرين اضيفي، يعني دي حاجة براحتك او المتاحة عندك في البيت. دي اضافات احنا بنحطها كده يعني ايه عشان تخلي الصابون بتاعنا يعني جودته عالية. ما تنسيش دعم القناة باللايك، وعايزة تعليق كده محفز منك وتقولي لي من انهي بلد بتتابعيني، بيشرفني وبيسعدني متابعتكم ليا، احلى اخوات في الدنيا. بعد كده المسحوق بقى، اي مسحوق عندك، غسالة اوتوماتيك او مسحوق الغسالة العادية، حطي كوباية منه، ده رهيب جدا بقى في التنظيفات، بيخلي الرغوة عالية، وكمان لو اي في ريح الزفارة بيقضي عليها، يعني المسحوق في منتهى الجمال. جربي حطيه، روعة روعة روعة، بيخلي الصابونة كده يعني في ايدك ترغي معاكي كويس، وكمان الريحة بتاعتها بتبقى ما شاء الله عليها. يبقى حطينا كوباية من اي مسحوق عندك. تمام، بعد كده خلاص قلبنا كل ده مع بعض، بنحط بقى ايه اي منظف عندك، يعني صابون سايل من موجود عندك في البيت، حطي نص كوباية منه. لو عندك برضو من الجل، يعني صابون سايل جل، حطي صابون السايل العادي عندك، حطي ايه نص كوباية. وبعد كده اخر حاجة حطينا نص كوباية من الخل. تمام، انا في الوصفة دي كنت انا ايه حاطة لون طعام، يعني هتلاقي في الفيديو في صابونة لونها غامق ولونها فاتح، انا حبيت افتكس كده، كان عندي لون طعام حطيته في الصابون، كان لونه ايه اخضر، لقيته الصابون بقى لونه ايه زي داخل على ايه لون المشمش كده، فاهماني؟ فده ما تحطهوش عد كده، لما تعمليه بنفس الوصفة دي مش هتحطي اللون، هيبقى لونه ابيض زي ما هتشوفي في الفيديو. هنقلب، بس اهم حاجة بقى التقليب، كل ما تقلبي كل ايه الصابون بتفاعل، بس اهم حاجة يكون المعلقة تكون خشب، بتحطيه بقى على جنب كده هو في اي مكان وانت رايحة وانت جاية، يعني ايه مش ضروري طول الوقت تقلبي فيه، انا عايزة الزيت يختفى خالص من ايه من الصابون، زي ما انت شايفة كل ما تقلبي الزيت بيختفى. بتقلبي قد ايه بقى لما تحسي انه خلاص هيتقل معاكي كده هتوقفي. تمام، فبياخد وقت كبير من التقليب، يعني تفضلي تقلبي كده، حطيه على جنب، تروحي تغسلي شويه مواعين قلبي شويه، تطبخي حاجه قلبي شويه كده، لغايه عشان ما تتعبيش، يعني تقفي وقت طويل وتفضلي ايه تقلبي كده. يا حبايب قلبي انا ايه قلبته كده، جبت اي كرتونة عندي، بتكون بتاعت فاكهة، بتكون بتاعت بسكوت، اي قوالب يعني ايه، بس غلفيها بكيس بلاستيك زي ما انت شايفة. انا صبيت هنا الصابون، بس زي ما انتوا شايفين هو خفيف شوية معايا، عشان اختي طبعا تعبت فاضطريت رحت معاها الدكتور، فانا خفت صراحة اسيبه في قلب القالب عندي او في قلب البولة اللي انتوا شايفينها هيجمد، فالحمد لله برضو نتيجته كانت حلوة، نشف معايا.
دعواتكم بقى ليها للشفاء بالشفاء، وربنا يشفي مرضانا جميعا يا رب، ربنا يشفي كل مريض. زي ما انتوا شايفين انا صبيته كده من بالليل، صبحت الصبح كده خلاص نشف معايا، وزي ما انتوا شايفين لحسن حد يقول لي مثلا ايه ده ما نشفش، ده فصل زيت، لا جبت منديل قدامكم كده عشان اشوف بالتجربه كده قدامكم انه ايه خلاص نشف معايا. بعد كده جبت السكينه عندي وهقطعه زي ما انا عايزه، الحجم اللي انت عايزاه، مربعات مستطيلات، قطعته زي ما انت شايفه خالص كده. وبعد كده باخده وبحطه، اهم حاجه ما تحطش في الشمس، بتحطيه تحت المروحه في مكان دل هينشف معاكي في منتهى الجمال، انما الشمس بتاثر عليه وممكن تخليه يسيح منك. تمام، يبقى في المرحله دي قطعيه كده وحطيه تحت المروحه في مكان يكون دل، يكون في التهويه كده عاليه، وسيبيه بقى يعني افضل وقت تسيبيه لمده اسبوعين، عشان طبعا بيروح منه بقى البطاط وما بيأثرش على ايدك وبينشف، وتلاقي بقى رغوته جميله جدا. ده اللي انا عملته قبلها بيومين زي ما انت شايفاه في منتهى الجمال، بس كنت حاطه له زي ما قلت لك اللون اللي هو كان ايه اخضر عندي بقى اللون ده، انما اللي انا عملته كان ابيض بقى، طبعا ما ضفتلهوش اي لون، ما شاء الله عليه في منتهى الجمال. جربيه هيعجبك جدا، زي ما انت شايفه ادي اللي هو اللي انا عملته اللي هو الابيض زي ما قلت لك اهو، والتاني وسامعه يعني صوته يعني نشف جدا، يعني مسافه كان يعني 3 ايام عشان اكون صادقه معاكي كده نشف وبقى في منتهى الجمال. بس اهم حاجه زي ما قلت لك ما تحطوش في الشمس، حطيه تحت المروحه. بص بقى اقول لك برضو على حركة كده تعمليها، طبعا احنا بنغسل الصابونة كده بنحطها على الحوض، ممكن تبوش منك، تمام، بتلزق كده على الحوض وتبوش وبتبوس الصابونة، لا هاتي اي غطا عندك، غطا اي برطمان بالمنظر ده زي ما انت شايفة، ادي حلة من الحيل اللي احنا بنعملها في الفيديوهات، وبتحطيها على جنب عمرها ما هتبوش منك ولا تبوس. تعالي بقى نجرب الرغوة، ما شاء الله على الرغوه بتاعته كانت عاليه وفي منتهى الجمال، وكمان هجربها لك عندي على اي حاجه بقى، اي مواعين عندك، وشوفي الرغوه العاليه كمان والتلميع، يعني بينظف ويلمع ما شاء الله عليه، حاجه كده فاخر من الاخر. جربيه في كل حاجه بقى، مواعين بقى وعندك اي هدوم هتتغسل، حلو جدا. وكده انا وصلت لاخر الفيديو، يا رب كده تكون استفدت بالفيديو، ما تنسيش تعملي شير للفيديو ولايك واشتراك. كان معاكي يوميات قرنفله وافكارها، انتظريني ان شاء الله في فيديو جديد. واخر حاجه حبايبي بقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب كده يكون الفيديو بتاعي عجبكم. بالله عليكم يا احلى اخوات في الدنيا، ما تنسوش بقى تدعموا بالفيديو باللايك، اللايك بيعلي الفيديو، ما تنسوش بقى دعمكم ليا.